وصلنا البرواز، البرواز عاد نشوف صورة ثم بعد ذلك يعلق عليها الدكتور. ايش مكتوب بالصورة؟ أيوه. لا يسرقون. نعم. نرجع. القراء لا يسرقون واللصوص لا يقرؤون. شوف، يعني تعرف انت بعد ايام حنحتفل في اليوم العالمي للكتاب. انا اعتقد فعلا القراءة هي مفتاح الوعي في كل شيء. القراءة طبعا، انت لو كنت طبيب تقرأ في تخصصك، لو كنت مذيع تقرأ في تخصصك، لو كنت بايع زهور في السقف، يعني لا تستغرب اقول لك في الاسبوع يصدر 3 كتب في العالم عن تنسيق الزهور، اللي عنده موهبة تنسيق الزهور. دائما القراءة تكثف الوعي عندك، ايضا تجعلك امينا مع نفسك ومرتقي من داخلك. هذه المكتبه في كامبريدج حاطينها بالشارع، وبالتالي بدون محاسب انت اشتريت كتاب تحط الفلوس، لانه اللصوص لا يقرؤون والقراء لا يسرقون. جميل. طيب نروح لحكايه ابو سفيان، هي قصه يسردها الدكتور، اما سمع عنها قراها عايشها. قصتنا يبدو لي انت قلتها بدايه الحلقه. نعم نعم. ستكون عن ام خالد. ايوه، ام خالد. انا لما كتبت عنها امس مقال، طبعا هذه احداث انا ارويها للزمن، لاني شيء عشته، شيء انا اخبرت فيه، هذه ما عشتها بس اخبرت فيها. ابوي الله يرحمه يسكن جنات النعيم، كان من ضمن العشرة اللي ذهبوا للملك فيصل من اجل تعطيل قرار تعليم المرأة. نوره الله يرحمها كانت في ذلك الوقت في مرحلة دخول المدرسة، يمكن تكون 9 سنين 10 سنين، ما في دقة ذاك الوقت. فراحوا الملك فيصل الله يرحمه كان حكيم، وقال لهم طمنهم، قال ما في أحد حيجبركم، اللي بيدرس بنته يدرسها واللي ما هم يدرسها براحته. أبوي الله يرحمه ويسكنوا جنات النعيم اجتهد، وفعلا كل أخواتي اللي قبل أن يموتوا أبوي كلهم ما درسوا، الله يحفظهم، اللي هو نور الله يرحمها ومريم وفاطمة وصفية. ما درسوا طبعا. أنا إيش اللي جاء الشاهد في الموضوع؟ أنه أم خالد كانت محتارة، قلبها معلق بالمدارس، زي ما أنك أنت معلق بالمساجد، هي معلق بالمدارس، وأيضا عينها على بر بالوالد الله يرحمه، فاختارت البر بالوالد وضحت. لكن وهنا هنا هنا كل القصة اللي جايبها، لم يعني توقف أم خالد تقول لا أنا ما درست وأنا ما أدري وش وحنا حرمونا، لا، بدأت تقرأ، تعلمت القراءة والكتابة. والله ما تقعد معها إلا تجيب آية قرآنية حديث، مقولة للعقاد، تقرأ العقاد، تقرأ. وعيها يفوق وعي من حمل الدكتوراه من أمريكا، أقول لك بدون مبالغة. أنا أقصد أنه أي إنسان، أنا دائما يكلموني ناس المجتمع محبط وذا، يا أخي الإنسان العبقري يتجاوز كل هالأشياء ذي. أنت الحمد لله عندك وسائل التواصل، عندك الكتاب الإلكتروني، عندك، لم يعد أي، ما في حج عند الإنسان إذا عنده رغبة. فهي طورت نفسها، إذا تحدثت بالفصحى، حافظة قارئة، ما قالت والله أنا منعوني من المدرسة واقتنعت بدائرة الجهل اللي تعيش فيها، لا، قالت لا أنا أتخذ طريق ثاني وأجمع أني أنا أطور نفسي في البيت. ترى أديسون اللي أنت تعيش الحين بعد فضل الله فضله، هذه اللمبات كلها ترى أديسون طردوه من المدرسة، وكل العباقرة حتى أنا طردوني، تعرف أني العباقرة المطرد من المدارس. يعني سبحان الله، من يستسلم للعقبات وللإحباط والياس لا يستحق القمة. بالضبط. أنا دائما أقول للناس الكرامة بمعنى الحقيقي، الكرامة عنده أنه محد هنا، لا، الكرامة الحقيقية أنك أنت ما تنهزم أمام الظروف، بالذات الظروف اللي تقدر عليها، يعني ظروف بمعنى، يعني هذا الياباني نوتوهارا، ياباني ترك البلد اللي هو فيه العز وراح للقاهرة وقعد 40 سنة في الصحراء يتعلم عشان يطلع لنا كتاب. هذه الإرادة القوية. واحد عندنا والله بس طلع لقى في مطر قال لا خلاص ماني برايح غبار، والله لا أنا بنعلق الدراسة. لازم الإنسان تكون إرادته قوية يا خالد. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يعني هو الموت واحد. جميل. الله يغفر ويرحم أم خالد. وجميل فعلا، يعني حتى وهم أموات يعطونا دروس في الحياة. طبعا طبعا. أقول لك أنه حنا لما نختار، مع الأسف دائما حنا نختار النماذج السيئة. مثلا واحد بيشتري سيارة يقول لك لا والله بس أخاف يا أخي من الحوادث، خاف أحد يصطمني. لكن في واحد يقول لك لا أنا باخذ سيارة وترزق الله تاكسي فيها ولا شيء. يعني الإنسان مبرمج على أنه يكون سلبي أو إيجابي. خليك دائما سلبي، آسف، خليك إيجابي، وأيضا افعل الخطوات. يعني أم خالد الله يرحمها ما قالت أنه والله أنا بس ما درست، لا، بدأت تقرأ وتكتب وتسأل وتشتري جرائد
مسكينة وعلمت نفسها بنفسها لين تعبت. وهذه قصة ملهمة ويمكن أول مرة تقولها أنت. نعم أول مرة أنا أتكلم أصلاً، ما يدرون الناس أن أبوي الله يرحمه كان من العشرة اللي عرضوا تعليم المرأة. طيب نطلع فاصل وبعدها نرجع نستكمل فقراتنا.